السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دورة التخطيط الاستراتيجي الشخصي. في هذه الدورة سوف نتعرف على كيف نضع خطة استراتيجية شخصية. بداية نتعرف مفهوم التخطيط. ماذا نقصد بالتخطيط؟ خطط معنى وضع خطة، والتخطيط هو وضع خطة لانتقال من وضع حالي إلى وضع مستقبل، من وضع غير مرغوب فيه إلى وضع مستهدف، وضع فيه أهداف، فيه نمو، فيه تطور، لكن ذلك مرتبط بمدة زمنية محددة. والاستراتيجية هي فن المحافظة على المواقع أو اكتساب مواقع جديدة. إذن إما أنني أحافظ على وضع حالي وأحاول أن أطوره وأنميه، أو أبحث عن تطور، أو أبحث عن موقع آخر أو مكان آخر أو وضع آخر أفضل. أكيد إذا لم تخطط كما يقولون فأنت من مخططات الآخرين، وإذا لم تخطط فإنهم يخططون لك. تخطيط ساعة يكسبك 4 ساعات أثناء التنفيذ. إذن الخطة هي التخطيط، هو مسار، التخطيط رحلة، التخطيط فن، التخطيط علم. لذلك سوف نكتسب في هذه الدورة مجموعة من الأدوات تساعدنا على التخطيط وتسهل عملية التخطيط. نلقاكم في الفيديو القادم.